اي انت فاشل في حياتك، مواردك بتخلص منك ومش ملاحة عليها، زهقت من نظرة الناس وجواك كلام كتير عاوز تقوله، محدش مقدرك غير اهلك وجماعتك. فاشل انت كمان فاشل. ما تقلقش، مع خدمة انجاز تشكيلة واسعة من الانجازات الوهمية. ايه يعني الناس شايفك فاشل؟ ركز معايا، كفاية توهم نفسك انك بتنجز، مع خدمة انجاز كل حاجة في حياتك انجاز، انك تلاقي ركنة تحت بيتك انجاز، حتى لو ما كانش عندك عربية، انك تتفرج على خطاب الرئيس ده انجاز، اذا اضطررت سافعل، وانك تكمله لاخره ده برضو انجاز، وها انا افعل. ده غير ان في انجازات محدش بيشوفها، واحسن لك محدش يشوفها، انك تنسب انجاز غيرك لنفسك ده انجاز، اجدع منك وبيعملها، طز في رأي الناس، مع خدمة انجاز خليك كده مصدق نفسك.